صباح الخير والفل، وسعداء ان احنا يعني بنستضيف برضو بطل مصري من هو عنده 18 سنة تقريبا وهو بيشارك، وهنعرف منك طبعا البداية كانت ازاي، ولو تسمح لنا برضو نتكلم عن الواقع اللي كان تقريبا كان عمرك قد ايه وقتها لما حصل الحادث او اصبت أنا إصابة فيهم بالظبط؟ اللي هي مفروض في الساق اليسرى كان عندك، ده كان سنتين يعني ده كان كان عن سنتين ده كان يعني بداية الإعاقة، يعني كانت من سن سنتين، وكان تقريبا التطعيم كان فاسد، يعني ده كان بسبب التطعيم يعني. سبب التطعيم ما كانش سليم، بس عمره سنتين تقريبا. حلو جدا. انا ليه برجع للنقاط دي؟ علشان ناخد المسيره من الاول، لان تمام. احنا لازم لما نستضيف شخص استثنائي نعرف التحديات اللي واجهها في حياته، علشان اقدر اتعلم، علشان اقدر ادي درس لاي حد تاني بيكسل ان هو ينجح، لان في ناس بتكسل بطبيعه الحال ان هي تنجح رغم ان ممكن تكون ظروفها افضل بكتير. ابتديت حضرتك المشكله كانت عندك من سن سنتين، ولكن كان في اكيد دعم من الاهل. خلينا نعرف لغايه امتى قررت لا انا عايز اتحدى الظروف، انا عايز ابقى بطل، انا عايز اشارك رياضيا. خلينا نعرف الكواليس دي اللي محدش عارفها. حضرتك بتتكلمي مثلا عن شخصيه اتولدت سنه 74. فلما نتكلم في 74 ونتكلم يعني من 74 ل 84 10 سنين، احنا بنتكلم في 10 سنين في قريه في المنوفيه، صعب جدا ان المناخ ده يطلع بطل، صعب جدا ان المناخ ده يخلي حد عنده يبقى عنده فكر ويتحرك في اتجاه البطوله النجاح. اتكلمت قبل كده في برامج كتير جدا، وما زلت بتكلم في التوقيت ده من الزمن، يعني كان الناس اللي عندها حاله اعاقه كانت بتحاول بكل امكان انها تقريها وانها ما تبقاش معروفه ان عندها حاله اعاقه. صحيح فعلا، ماشي. سمعنا ده كتير. يعني النهارده احنا، لا احنا النهارده 2021 الفكر مختلف تماما، يعني والناس بقت اللي عندها حاله اعاقه بقت شايفه ان الحاله يعني حاجه كويسه جدا، ونقدر وان المجتمع كمان يعني المنظمات الحكوميه دلوقتي بقت في وعي شديد، وبقت وعي الاسر، والناس بقت تخرج للنور، وفي قوانين النهارده بتلعب بالمعاقين في كل الفئات بقى وكل الاعاقات يعني. فالموضوع اختلف خالص، يعني بتتكلم احنا تقريبا بنتكلم مثلا في 200 سنه في زمنيه في بين 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 ثقافه الزمن ده وحاليا. والله يعني انا مره قلت زمان ان انا كنت بركب مثلا، كنت بروح المدينه من قريه المدينه مثلا لما كبرت في سن 16 سنه ب 10 سياغ او ريال رايح جاي، كنت بحس مثلا انا لما بسافر من القريه للمدينه بسافر 10 سنين 15 سنه، ولما جيت اتحركت بعد كده من ودخلت معسكر المنتخب سنه 96 عدت 22 سنه، وركبت ب 5 جنيه رايح جاي من المنوفيه للقاهره، سافرت 100 سنه. ولما ركبت اول دوره اولمبيه ورحت اتلانتا في امريكا 96 سافرت 200 300 سنه. يعني فعايز اقول يعني عايز اقول لك احنا انت ممكن تسافر جوه الزمن لما تمشي من مكان لمكان. طبعا مش شرط انك تعيش الزمن، لا التطور في ثقافة المحيط اللي انت عايش فيه بالظبط. اما بتشوف بتمشي وتروح دولة تانية وتشوف ثقافات مختلفة عن الثقافة بتاعتك، بتلاقي في فرق في الزمن تقريبا، مش في المكان بس.